أكثر من 10 أساتذة من الناجحين في آخر مسابقة لقطاع التربية تم إقصاؤهم من قبل الوظيف العمومي بولاية أم البواقي، والذين اعتصموا أمام مديرية التربية تم اعتقالهم من قبل قوات مكافحة الشغب وجرهم إلى سيارات الشرطة ليتم نقلهم إلى مقر الأمن الولائي. وإذا بهم تفاجئوا بالأمن بأمر من الوالي اللي من حق يحافظ لنا على حقوقنا، يولي هو يبعث لنا قوة باش تفرقنا وباش تهزنا، وكاينة مجموعة من زملائنا راهي تهزت وحنا احنا لاحقينهم، لأنه علاه ما يدخلش الوالي باش المدير التربية يدخلنا يقنعنا. وتمام 10 صباحا قامت قوات الأمن باعتقالنا وجرنا مكرهين إلى مديرية الأمن. الأساتذة المعتقلون كانوا قد عبروا في وقت سابق عن استيائهم الشديد من مديرية التربية التي لم تكلف نفسها عناء استقبال هؤلاء الأساتذة الناجحين وإجراء اجتماع مع مدير الوظيفة العمومي من أجل تبرير سبب هذا الإقصاء وإنصاف هؤلاء الأساتذة. نطالب بتحقيق إجراء معمق وشي طواطئ هذا اللي ما بين الأكاديمي وبين الوظيفة العمومي. الوظيفة العمومي داروا لنا بالوم بيناتهم، الوظيفة العمومي يقولوا لنا خاطئين احنا ويحلفونا بالله ما عمليش انا وانا قداسة اللي عندهم عند ربي، ودا التربية يقول لنا كيف مش نحن المسؤولين، امتى الوظيفة العمومي هم اللي فتحوا تحقيقهم على باليش احنا وهم المسؤولين، رمشوتينا كل واحد يحمل المسؤولية الاخر. المدير التربية يهضر معنا يعطينا حل، يا هو الوظيفة العمومي يعطينا حل، عطينا باريكري الحل اللي يهضرونا بالفم، قال لك احنا خاطين وهما خاطين، سمحنا اللي قصينا روحنا بر وحنا نطالبوا بالاخرى اكري في باللي الوظيف العمومي عنده جميع الصلاحيات باش يحق في جميع المسابقات. المعتقلون نددوا بطريقة اعتقالهم وسوء المعاملة التي تعرضوا لها داخل محافظة الشرطة، عازمين في الوقت ذاته على مواصلة هذا الاحتجاج. الاعتقال تم بقوة ولا يمت لا يمت الإنسانية بأي صلة، بما بالك وصف ظروف مزرية من 10 صباحا إلى 4 مساء بدون طعام أو شراب، ما تتلزوناش الحوايج يغضب عليها ربي سبحانه، وما نرضاو عليها أنا لا يرضى عليها ربي، علاش عملنا زي هيك، علاش تلزوا بينا للظلم وتلزوا بينا للإرهاب، علاش تستعملوا معنا إرهاب الإدارة عليه. ويبقى على السلطات المحلية التدخل العاجل لإنصاف هؤلاء الأساتذة المقصيين بإفادة لجنة تحقيق لتقصي الحقائق.